هل سواريش بعد ضربة البداية انطباعاته عنها ايه؟ نشوف. Era difícil para os jogadores conseguir em tão pouco tempo de treino e de convivência com o treinador. الأول حاجة إن الوقت كان للاعبين إن هي تتعايش وإن هي تتدرب مع المدرب الجديد. Mas gostei muito da forma como eles tentaram fazer aquilo que eu pedi. ولكن سعدت جميعا إن أنا أشوف الشكل بتاع اللاعبين هي بتحاول تطبق الحاجات أو التعليمات المدرب أعطاها ليهم. Mas não poderia pedir muito mais porque temos pouco treino e isto é um processo longo e contínuo, vai ser um grande desafio este treinar o Al-Ahly. ما كنتش اقدر اطلب منهم زياده عن كده لان الوقت ما كانش في صالحنا واكيد في المستقبل المدرب بيقول هيكون في طلبات اكتر وحاجات افضل من كده. En relação à segunda pergunta, eu tive pouco tempo cá no clube. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال اللي هو عن الناشئين أو اللاعبين الصغيرين بيقول أنا بقالي لسه وقت صغير في النادي. Conheço a equipa porque analisei quatro jogos, três em Portugal e depois um cá. أعرف الفريق نتيجة إن أنا حللت أربع مباريات للفريق كان منهم ثلاثة وأنا في البرتغال ومباراة حللتها لما وصلت هنا. Uma coisa é conhecer do lado de fora, outra coisa é treinar e conviver todos os dias com os jogadores para o conhecer na sua totalidade. مهم جدا انك تبقى في فرق ما بين انك تبص على الفريق من بره وانك انت تيجي تشتغل معاه وتتعايش معاه وتقدر تعرف برضه شخصيه كل لاعب موجود عندك في الفريق. Mas no futuro, ولكن مستقبلا ان شاء الله jogar mais novo ou mais velho, eu não olho a idades. طبعا كون يلعب لاعب كبير او لاعب صغير المساله مش مساله عمر ابدا يعني. Nós queremos a minha forma de liderar é uma liderança pela cultura de mérito. اسلوبي في اداره الاشياء هو ان بدير الاشياء على اساس الاستحقاق اللي يستحق. Não me interessa se é muito novo ou se tem muita idade. Interessa é ter rendimento. مش مهم بالنسبة لي يكون اللاعب سنه كبير أو سنه صغير، المهم الأداء بتاع اللاعب هيكون إيه. كلام منطقي، كلام يتقال من حد عنده خبرات ومسؤولية، الوقت قصير، لكن لمست إن اللعيبة بتحاول تلتزم وتطبق على قدر ما تستطيع في خلال تعليماتي في خلال الوقت القصير ده. ما عنديش لعيب كبير ولعيب صغير، ما عنديش حد حاجز موضوعه. الأيام القادمة مع الوقت هتكون أفضل، لما يعني قال أنا درست ماتشات وحللت ثلاث ماتشات وأنا في البرتغال وجيت شفت ماتش ووقفت ماتش مسؤول، ولكن طبعا أنك تشاهد الفيديو شيء وأنك تتعامل مع الشخص قدامك بشحمه ولحمه بتديلك الحكم الصحيح على شخصيته ومدى إمكان التطوير والتغيير.